بسم الله الرحمن الرحيم. بنضغط هنا على البوتن دبل كليك، ادي البوتن اهو. هنقول هنا http cookies، هنديها اسم كوكي بيساوي نيو http cookies، ونبدأ نحدد هنا اسم معين. خلي بالك من حاجة، الاسم اللي احنا بنحدده هنا، في عندنا هنا اسمين، ده اوبجكت كوكي وفي هنا سي. السي ده اسم الكوكي اللي هيتمي على جهاز العميل. لما يتمي على جهاز العميل هيبقى اسم السي، لما نيجي نبحث عنه هنبحث عنه باسم السي. انما لما نيجي نتعامل معاه في الصفحه هنا هيتعامل معاه باسم الايه، الكوكي اللي احنا شايفينه قدامنا ده. هنيجي هنا نقول فو اتش فو اتش اي ليست ليست ايتم، هنسميه ايتم ان list books dot items. لكل item موجود في list books هنقول if ان ال item، لو ال item ده dot is او is selected، لو كان احنا مختارينه او كان متعلم عليه، هنبدأ هنا نقول طبعا هنا المفروض يساوي، هنقول هنا كوكي دوت values دوت اد، هنضيف حاجتين. الحاجة الأولى الايتم دوت تكست كوما، والايتم دوت فاليو هنضيف فيها هنا الايتم دوت تكست والايتم دوت فاليو. هنعمل كوكي هنضيف فيه الايتم دوت تكست والايتم دوت فاليو. وبعد الفو اتش هنبدا نقول ال HTTP، او هنقول كوكي، او هنقول ريسبونس دوت كوكي دوت اد. يعني دايما ريسبونس بتيجي حاجه على جهاز العميل، واللي بتستقبل ريكوست دوت اد يعني يميل على جهاز العميل الكوكي، تمام. بس قبل ما تيميه لازم تحدد الوقت اللي هو هيكون موجود فيه على جهاز العميل قد ايه. فانت هتقول هنا كوكي دوت اكسباير دوت اد مينت. ممكن نحدد بالوقت، هنضيف واحد فقط، بعد دقيقة هينتهي، ونرمي على جهاز العميل الكوكي بتاعنا. كده يبقى احنا جهزنا الكوكي بالكود ده اللي احنا نرميه على جهاز العميل. لو احنا اللي اخترنا اي حاجة من الليست بوكس اللي قدامنا، هيخشنا طبعا على الصفحة اللي بعد كده متحمل فيها جميع الحاجات اللي احنا حملناها.
ده نتيجة لانه مثلا لو النور قطع او حصل حاجة دور في السايت او كده. فعلشان انت ما تبدأش تختار من اول وجديد، انت اول ما تخش على الصفحة بتاعتك هتلاقي متحمل فيها جميع البيانات اللي انت كنت مختارها.